هلا هون عندي راح افترض انه عندي هي بي ستيتر، الستيتر جاي من الستيتر اللي موجود هون اللي اعطيته انا 3 فيز سبلاي. الروتور هون انا مررت فيه عملته الكترومغنت واعطيته كرنت وتحول هون لالكترومغنت من هون. هلا هدول الاثنين راح ينتج عنهم او خلينا نحط اول شيء عندي احنا قلنا هون التورك يساوي كي بي ار مع اس. هلا هدول الاثنين راح ينتج. هلا بدي اعطيكم الزاويه اللود اللي هي دلتا. هلا شو كيف بدنا نشتغلها. هلا هدول الاثنين عباره عن فيكتورز مش فيزرز مش هيك؟ والفيكتورز بصير اجمعهم جماعة راح ينتج عنهم شيء اسمه بي نت. هلا بي نت بتفيدني اكثر بكثير من بي اس وراح اركز هلا على بي نت وراح نشتغل معادله جديده لها. بي نت بي نت هي عباره عن ايش؟ كفيكتورز مش هيك؟ مش بصير انا احط الان اقول انه بي نت كفكتور بتساوي بدل بس بدي احطها كفكتور بدي اقسمهم كفكتور هم عباره عن بي ار زائد بي اس مش هيك؟ والشغله اللي حطيتها فكتور بتسمح لي اني اجمعهم جمع من هون. اذا بي اس هلا راح تساوي بي ار ماينس بي نت مضبوط؟ برضه كفكتور بصير اجمع فكتور بصير اطرح فكتور بي نت بالعكس بي اس عفوا مضبوط بي اس بي نت ماينس بي ار فبصير عندي هلا هون بي اس تساوي بي نت ماينس بي ار مضبوط هيك. طيب نرجع هلا نعوض هلا محل بي اس راح اعوض هون راح اعوض القيمتين هدول اللي موجودات فبصير عندي التورك هلا بيساوي كي عندي هون بي ار وهذا الكروس برودكت راح يكون ديستريبيوتيف محل هلا بي اس راح احط هون عندي بي نت ماينس بي ار بصير عندي هلا بي ار مع بي نت بقدر اطلعهم برا مش هيك صار عندي هذا كي بي ار كروس برودكت مع بي نت ناقص كي بي ار كروس مع بي ار طلعوا على هذا الجزء ايش 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 بالضبط يحكوا لي عنه؟ دكتور زيرو زيرو تمام احسنت ليش بي ليش بي ار؟ لانه الزاويه دائما الزاويه دائما بين فكتور ونفسه قديش؟ زيرو زيرو اذا هذا الجزء كله لازم يصير زيرو اذا هذه شو بتساوي الان؟ كي بي ار بي نت بتساوي هذه بالنسبه لنا مفيده اكثر الزاويه اني استعمل بي نت مفيد اكثر من استعمل بي بي اس من هون. هدول الزاوية بينهم راح نسميها هاي هي الزاوية المهمة اللي هي الآن ما بين بي ار وبي نت. هاي راح نسميها دلتا. شو صار إذا هلا التورك بيساوي كي بي ار كمان بنقول يعني بي نت ساين دلتا. هلا خلينا نشوف إذا إحنا رسمتها باتجاه الدايركشن الروتيشن اللي رسمته مضبوط. هلا بحالة الموتور مين راح يسحب ومين راح يلحق؟ ستيتر فلو ستيتر ماشي عندي بهذا الاتجاه الروتر راح يحاول يلحقه بهذا الاتجاه مضبوط. اذا عندي هون اذا عندي ساين دلتا هلا هذه دلتا هي اللي راح تتراوح ما بين 0 ل 90 درجه وهذه بنسميها اللود انجل وهي بين بي ار وبي نت مش بين بي ار وبي اس. هلا السبب ليش هذه مفيده اكثر انا ما يعني ما كانه هذا صار الاصطلاح صار الاصطلاح في الصناعه انهم يعني يشتغلوا على بي ار بي نت وياخذوا دلتا من 0 ل 90 درجه فصار عندي هلا هذه هي المعادله المهمه اللي بتفرجيني فكره ثيتا فراح تضلها تزيد الزاويه هذه دلتا عفوا دلتا راح تضلها تزيد الزاويه اقصى قيمه لها راح تكون 90 درجه وراح يكون عندي هذا هي العلاقه ما بين هي العلاقه ما بين التورك هذا التورك بنسميه انديوست تورك يعني التورك اللي بنشا عندي هلا هذا راح ينطرح منه قبل ما يفيدني باللود ايش راح ينطرح منه؟ لاحظوا هذا التورك اللي نشا من الكهربائيا من الناحيه الكهربائيه واعطاني ميكانيكال لود ميكانيكال تورك من هون ايش راح اطرح منه قبل ما اقدر استفيد منه؟ الفريكشن والويندج والستري الفريكشن والويندج والستري هذا طرحت منه واعطيني التورك اللي بضلني ممكن استفيد منه واعمل منه اشياء اضافيه مفيده نعم دكتور دلتا